نيمار الآن مصاب و يعني ظروف انه يعود بشكل سريع للموسم الحالي تقريبا انتهت. نادي زي الهلال كيف يتعوض عن هالحالة؟ ممكن تعطونا تعويض في الشتاء؟ ما عندنا الآن الإمكانية في البرنامج التعويض بالشكل اللي قاعد تتخيله أو الشكل في أي في أي أنا هذا هذا الشكل ما عندنا ما في ميزانية ما إيه هو موجود ما هو متاح الشيء هذا الآن. زين في شغلتين مهمة. أي لاعب موجود سواء على قولتهم نيمار كريم كريستيانو أو أي لاعب موجود عندنا كلهم معرضين للإصابة حقيقة. إحنا الآن اللي نعمله في البرنامج هذه الأشياء اللي قاعدين نطور فيها أيضا قاعدين شغالين على موضوع التأمين حق اللعيبة وهذا يعني تأمين ضد الإصابات الإصابات الكبيرة اللي هي تأخذ يعني وقت في الاستشفاء فيها وعندنا تأمين ضد العجز الدائم للعيبة. فاليوم هذا بس أجانب إن شاء الله أن البرنامج يطبق على الجميع بحول تعالى. اليوم إحنا لسه ما طبقنا البرنامج بس شغالين على دراسته وقاعدين نأخذ فيه عروض. حطوا اللاعبين السعوديين بحول تعالى بحول تعالى. اللاعب السعودي ترى يعني أهميته عندنا زي اللاعب الأجنبي. بعدين هذه بنتكلم فيها شوي. طيب ما في مشكلة.